السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مشاهدينا في كل مكان، أهلا بكم إلى عدد جديد من برنامجكم الأسبوعي حوار الساعة. حدث الساعة إذن لا زال يصنعه هو الدستور الجديد المصادق عليه منذ قرابة أسبوعين من قبل البرلمان مجتمعا بغرفتين، ولم يتبقى سوى أسبوعين آخرين على أقصى تقدير لإصداره ونشره في الجريدة الرسمية. حينئذ سنكون مطالبين جميعا سياسيين إعلاميين وأكاديميين بالخوض في تفاصيله وأبعاده السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وفي انتظار ذلك يواصل برنامج حوار الساعة بالتحليل والنقاش مواكبة مواقف الطبقة السياسية بشأن المحاور الكبرى للدستور الجديد، وعدد اليوم نخصصه للبعد الاجتماعي. إذن فقد تبينت آراء الطبقة السياسية بشأن البعد الاجتماعي في الدستور الجديد، بين من يرى بأن التكفل بالشؤون الاجتماعية للمواطنين كانت ولا تزال، وأن الدستور الجديد لم يضف شيئا، وأن هذه السياسة الاجتماعية كانت دائما من أولويات سياسة الدولة وقد تكفل بها الدستور الجديد ضمن مقاربة شاملة قائمة بالأساس على إنتاج الثروة وتوزيعها ومحاربة الآفات الاجتماعية. رأي آخر يرى أن هناك تراجع، ويستدل في ذلك بما جاء في المادة 54 مكرر بأن الدولة تشجع مثلا على إنجاز المساكن وتعمل على تسهيل الحصول أو حصول الفئات المحرومة منها دون الإشارة صراحة إلى الحق في السكن الذي كان مضمونا في ظل الدساتير السابقة. رأي ثالث، فريق يرى أن هذه الحقوق الاجتماعية تم تأطيرها بغية ضمان وصولها إلى من يحتاجها فقط. إذن لمناقشة البعد الاجتماعي في ظل الدستور الجديد أسعد هذه الأمسية في بلاتو حوار الساعة باستضافة السادة نبيل يحيوي الناطق الرسمي باسم حزب تجمع أمل الجزائر. أهلا بك سيدي، شكرا جزيلا على تلبية دعوة البرنامج. أهلا وسهلا، مرحبا، شكرا. كما أسعد أيضا باستضافة السيد بالقاسم شعبان ممثل عن حزب التجمع الوطني الديمقراطي. أهلا سيدي، شكرا على تلبية دعوة التلفزيون. مساء الخير الزلف الأول. أسعد كثيرا باستضافة السيد عبد العزيز بالقايد ممثلا عن حزب حركة مجتمع السلم. أهلا بك سيدي، شكرا جزيلا على تلبية الحركة لدعوة البرنامج. أهلا وسهلا ومرحبا. كما أسعد أيضا باستضافة السيد إسماعيل سعيداني ممثل عن جيل جديد. أهلا بك سيدي، شكرا جزيلا على تلبية دعوة البرنامج. إذن سادتي فيما يخص السؤال الأول سيكون مشتركا بينكم جميعا، دعوني أبدأ مع ممثل حزب التجمع الوطني الديمقراطي. في الأرندي كيف تقرؤون التوجه الجديد في السياسة الاجتماعية للدولة؟ هل هناك محافظة على البعد الاجتماعي أم هناك تراجع أم هناك تأطير لهذا الجانب؟ وهل الوضع الاقتصادي الذي رافق فترة الإعداد وإقرار الدستور الجديد له تأثير على هذا التوجه؟ أولا قبل يعني الإجابة على السؤال أود أن أهنئ الشعب الجزائري بمناسبة اليوم الوطني للشهيد، وأن أترحم على كل شهداء الجزائر، وكذلك مناسبة ثانية هي عيد ميلاد التجمع الوطني الديمقراطي 19، وبالمناسبة نهنئ كل المناضلين وكما نترحم على كل الشهداء يعني حزب التجمع الوطني الديمقراطي وكل شهداء الجزائر والديمقراطية. فيما يخص احنا في التجمع الوطني الديمقراطي يعني شاركنا في إعداد هذا الدستور من خلال مراحل المشاورات سواء مع السيد عبد القادر بن صالح أو مع السيد أحمد ويحيى منذ 2010 نعرفوا يعني انطلقت هذه المشاورات، انطلق هذا المسار، وحنا نثمنوا الدستور هذا وكل مقترحات التجمع الوطني الديمقراطي، أقول ليس الكل ولكن العديد منها أخذت بعين الاعتبار، يعني على غرار كل الأحزاب والفعاليات السياسية
والمجتمع المدني والشخصيات الوطنية اللي شاركوا في هذه المشاورات يعني ثمنوا ورحبوا يعني وصرحوا بأن كل المقترحات اللي تقدموا بها يعني لقوها في هذا الدستور يعني ولو ما لقوهاش الكل ولكن هناك العديد أخذت بين الاعتبار. هذا الدستور جاء في ظرف يعني استثنائي بالفعل خاصة من جانب الاقتصادي والاجتماعي. حنا يعني دهمتنا واحد الأزمة السياسية ومالية ما نقولوش وطنية يعني ليست يعني خاصة بالجزائر ولكن إقليمية والدولية. هذا في هذا الدستور أقول يعني من جانب أخذ بالاعتبار خاصة التزامات رئيس الجمهورية تعهدات يعني منذ سنة 1999 ونحن نقدر نرجع إلى بيان يعني مجلس الوزراء الأخير اللي ترأسه فخامة رئيس الجمهورية في نوفمبر 2015 أين خاصة تعهد بالبقاء على خاصة من جانب اجتماعي وزيادة في التحويلات الاجتماعية للترانسفير سوسيو بقوا كما هم وأكثر من ذلك يعني زاد منها بسبب بالمئة. وفي الدستور هذا الشيء اللي يفرح بالنسبة لنا أنه الدولة يعني صاحب المشروع رحب بواحد الصيغة يلزم الدولة بالحفاظ على هذا المكسب من جانب الاجتماع. هو مكسب لأنه احنا نعرفوا أنه هناك دول هناك يعني منظمات يعني رحبوا وثمنوا هذا الاتجاه خاصة من جانب الاجتماعي الدولة الجزائرية في كل المجالات. يعني احنا الدولة تدعم يعني في السكن وفي الصحة وفي التعليم وفي يعني في العديد من المجالات. احنا كي درسنا مشروع يعني تاع الدستور كي جا كمشروع لقينا هذا الاتجاه وكذلك اخذ بان اعتبار التحولات الاقتصاديه المفروضه علينا يعني مفروضه مش احنا اللي حبينا ولا مشينا باش نكونوا في ندخلوا يعني في هذه الازمه ولكن هذا يعني ظرف خاص ازمه دوليه الكل يعكف على ايجاد حلول مناسبه لتجاوزها ورفع التحدي هذا يعني اللي رانا عايشينه في هذا الوقت. اذا اقول ان احنا في التجمع الوطني الديمقراطي الدستور هذا يعني في الجانب الاقتصادي والاجتماعي خاصة بتشجيع الاستثمار بالبقاء على السياسة الاجتماعية احنا حافظ على المكاسب الاجتماعية خاصة المكاسب هذا هو يعني هذا هو هذه هي العبارة. طيب سي شعبان شكرا جزيلا. سي بلقايد ممثل عن حركة مجتمع سلمي يعني قبل ما تجاوبني على السؤال هذا اللي هو البعد الاجتماعي في دستور 2016 يعني يتعين التذكير بأن موقف الحركة من الدستور الجديد كان طبعا المعارضة لكن اليوم بعد المصادقة على الدستور أصبح الدستور دستور جميع الجزائريين. هل الحركة مع المشاركة اليوم في العمل السياسي والبرلماني في مرحلة ما بعد الدستور أم أنها ستواصل التخندق دائما في المعارضة ولا رجوع في ذلك رغم أنه يعني في بداية التسعينات كان المبدأ الأساسي للحركة هو مبدأ المشاركة؟ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين ضيوفك الأكارم الشعب الجزائري السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سعيد جدا بحضور هذا اللقاء والحديث حول يعني موضوع يتعلق بالجزائر ويتعلق بأهم قانون في الجزائر وهو الدستور. بالنسبة لحديثك وحديثك عن موقف الحركة لابد أن نميز بين يعني بين قضيتين. القضية الأولى هي ما يتعلق بموقف الحركة كحزب سياسي هو كان تصويت بلا للدستور ثم بعد ذلك لما أما ما يتعلق بتنفيذ هذا الموقف كان موقف الكتلة تكتل الجزائر الخضراء وهو المقاطعة مقاطعة جلسة التصويت هذه باش بغيت نوضح هذه المسألة. احنا في الكتلة يعني قطعنا الجلسة التصويت لأن كنا معتقدين بأنه يمكن مناقشة الدستور عن طريق يعني كمشروع قانون لأنه الدستور جاء في إطار مشروع قانون وما كاش نص في الدستور يجيز أو يمنع مناقشة مشروع القانون الذي يحمل تعديل الدستور كنص قانوني ويمكن مناقشته ويمكن تعديله. فلما جاء لما خضع هذا الشكل نتاع
يعني تاع التصويت بدون مناقشه، فنحن فضلنا على ان لا نحضر هذه الجلسه، لانه ما فائده ان نحضر هذه الجلسه ونصوت فقط ولا نبدي بارائنا ولا يمكن اقتراح تعديلات، لانه النص القانوني جاء او التعديل الدستور جاء في اطار مشروع قانون، وكان المفروض ياخذ المسار الطبيعي نتاع مشروع قانون، ولكن لما صاحب المبادره اختار هذا النوع فقلنا نحن لا داعي باش هذه مساله حبيت نفصل فيها. بالنسبه للبعد الاجتماعي، ونحن باش نزيد نوضح، نحن يعني في حركه مجتمع السلم عندنا نضال سياسي وعندنا نضال برلماني. النضال السياسي نعبر به عن طريق البيانات والمواقف، اما ما يتعلق بالنضال البرلماني نحن نشارك في البرلمان، نحن عمرنا ما قاطعنا، نقاطع حينما يكون الموضوع يتجاوز القانون او يتجاوز النظام الداخلي او يتجاوز في بعض الاحيان الدستور. أما حينما يكون الموضوع في إطار القانون في إطار الدستور نشارك ونناقش ونبدي ربما أكثر التعديلات في يخص القوانين، ونصوت حسب قناعتنا ونصوت حسب ما نراه صواب. حينما يكون القانون إيجابي نصوت بنعم، وحينما يكون القانون نرى بأنه يتعارض ومصلحة بما نقدره صوابا أنه يتعارض مع مصلحة الجزائر أو الآخر نصوت بلا، وفي بعض الحين نمتنع. يعني هذا نضال طبيعي، كاين نضال سياسي نعبر عن طريق المواقف والبيانات، وكاين نضال برلماني. نحن موجودون في المجلس الشعبي الوطني ولدينا كتلة ونعبر بكل طبيعية وبكل سلاسة. أما فيما يخص البعد الاجتماعي للدولة الجزائرية، نظن هذا ثابت من الثوابت بالنسبة للدولة الجزائرية منذ الاستقلال، والبعد الاجتماعي يعني موجود وأصيل ومكرس في ومكرس. ولكن المشكلة اليوم رأي في الممارسات. نحن في حركة مجتمع السلم نظن أن هذه السياسة المتابعة بالنسبة للجانب الاجتماعي أو التكفل بالجانب الاجتماعي نظن أنها غير صائبة. أولا أنها غير شفافة، ثانيا غير عادلة، ثالثا أنها أصبحت تشكل عبء كبير على ميزانية الدولة. وتسيير بهذا الشكل، لأنه أنا اليوم مرة عندنا 18 مليار دولار تحويلات اجتماعية، هذه تمثل أكثر من 9.8% من الناتج الداخلي الخام. احنا عندنا الميزانيه تسير عندنا أربعة تقريبا 48 مليار دولار. انا باش نقرب الفكره فقط، نعم. راني كما نحاول كما يقولوا بين قوسين نصرف بالدولار، نعم. باش تكون الامور شويه واضحه فقط، نعم. عندنا ميزانيه تسير 48 مليار دولار، نعم. عندنا الايرادات العامه تاع الدوله كلها الميزانيه بما الايرادات العاديه زائد الايرادات تاع الجبال البتروليه 47 مليار دولار. اليوم عندنا رواتب الموظفين 22 مليار دولار، زيد لها 18 مليار دولار تاع التحويلات الاجتماعية، سيبروا احنا تقريبا في 40 مليار دولار، يعني أكثر من 80% من ميزانية السير تروح لنا في التحويلات الاجتماعية. هذا الأسلوب سيعرض البلد إلى خطر. فعلا. هذا الأسلوب سيعرض البلد إلى الخطر، ولذلك نحن نطالب بضرورة تصحيح هذا المسار. لأن هذا المسار لن يخدم الدولة الجزائرية، سواء نحن كنا في المعارضة أو في السلطة. فنحن لابد أن نتحمل مسؤوليتنا ونصرح بضرورة تصحيح هذا المسار الاجتماعي. يعني تكريس البعد الاجتماعي للدولة الجزائرية لا يعني تعرض الدولة إلى الخطر، بل لابد من تصحيح هذه الممارسة، حيث يصبح البعد الاجتماعي يمارس بطريقة أخرى، طريقة يعني يستهدف فيها يعني ذوي الحاجة والناس يعني أصحاب يعني الحاجات، ويستثنى منها الفئات الأخرى غير التي هي في حاجة إلى هذا الدعم. فعلا. وهذا الأسلوب يعني رغم أنه يعرض البلد إلى الخطر، ولكنه أسلوب ظالم، لأنه حينما يستوي الذي دخله مليار، نعم. مع الذي دخله صفر دينار يشترون نفس الكمية نفس الخبز مثلا، وأكبر مستفيد للأسف الشديد أن أكبر مستفيد من هذه التحويلات أو من الدعم، خاصة الدعم، المستفيد منه هم الأغنياء أكثر من الفقراء، وكذلك يعني الأجانب أكثر من المواطنين. يعني هذه طبيعية، لكون نشرحها إنسان كيروح للسوق غني، لما يصيب الكيلو تاع البطاطا يسوى بسعر يشري كمية أكبر، أما الفقير يشري كمية أصغر. يعني المستفيد الأكبر من الدعم هم الأغنياء. إذن أنتم مع الطرح الذي يقول بضرورة استهداف وتصحيح، بضرورة تصحيح هذا المسار، لأنه نعم. مسار غير سليم، نعم. مسار يعني نوصل ما هو غير عادل، ولكن قد يعرض البلد برمته إلى الخطر. نعم. شكرا سي بلقيت. سي نبيل، يعني عن تجمع أمل الجزائر،
في حزب تاج من الأحزاب التي تدعم الدستور الجديد، ويعني كيف قرأتم البعد الاجتماعي؟ يعني مثل ما ذكر السي بلقايد، يعني حتى نرجع إلى بيان أول نوفمبر نجد أن البعد الاجتماعي للدولة الجزائرية كان مكرسا منذ بيان أول نوفمبر، وكل الدساتير التي صدرت في الجزائر من 63 إلى 76 إلى 89 إلى 96 إلى اليوم، يعني كلها تكرس هذا البعد الاجتماعي. كيف تقرؤون اليوم ما ورد في هذا البند تحديدا في الدستور الجديد؟ شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله الكريم. بعد الأخت الفاضلة أخوة الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. والتحية موصولة لمشاهدي قناة الوطنية سواء داخل الوطن أو خارجه. بالنسبة لنا احنا في تاج، يعني قراءتنا قراءة بسيطة أو يعني واضحة لما جاء في أحكام الدستور المعدل مؤخرا. احنا نشوفوا كاين صرا حوار وصرا نقاش وصرات مشاورات باش جاء هذا الدستور، وبالتالي أظن باللي أنه هذا الدستور جاء استجابة للنقاش الموجود لدى الرأي العام، لدى الطبقة السياسية، لدى المجتمع المدني، وكذلك إلى التحولات الاقتصادية التي تعيشها الجزائر. من غير المنطقي تتكلم على دستور وانت يعني معزول عن العالم. الآن حبينا ولا كرهنا النقاش الموجود أننا في مرحلة تهاوي أسعار البترول، والجزائر معروف عليها بأنها الدولة تعتمد اعتماد تقريب شامل وكلي على مداخل البترول. الآن أنا أمام هذا الأمر الواقع، وبالتالي لابد من تأطير للحياة الاجتماعية في ظل هذه التحولات الاقتصادية. وبالتالي أظن أنه هذا أحكام الدستور جاءت استجابة وتأطيرا لهذا التحول الاقتصادي. الجانب التالي واللي لازم نعرفوه هو دائما مهم، هو أنه هذا التعديل الدستور أقر هذا الثابت وهذا البعد الاجتماعي المنصوص عليه في الدستور دساتير السابقة، وهذا شيء إيجابي لأنه كان قادر أنه الدستور يتجاوز أنه الأحكام الدستورية فيما يخص البعد الاجتماعي، لكن هو أقرها، وهذا معناته فيه التزام ووفاء للنصوص الدستورية ولسياسة الدولة في هذا الموضوع. الأمر الثاني أنه فيه حرص وتوضيح للموضوع أنه لابد للبعد الاجتماعي حان الوقت أنه لابد أن يستفيد منه محتاجيه، أن يستفيد منه الناس المعنيين به. من غير المنطقي، من غير نتكلم عن يعني الحق في السكن أو الحق في الشغل أو الحق في الصحة أو الحق في التعليم، في إقرار وبأنه ما زال المدرسة يعني العمومية مجانية. نعم، المدرسة العمومية مجانية، لكن لما تتكلم على موضوع الصحة هذا موضوع مهم جدا، وموضوع السكن مهم جدا. وبالتالي الآن قلت لك استجاب هذا التعديل الدستوري للنقاش والحوار الموجود في الرأي العام، لأنه هذا نقاش نتاع شعب. الشعب الجزائري كله مقر ويقول لك أنا من غير المنطقي أنه الإنسان الغني والفقير يتساوون في ما يخص السياسة الاجتماعية. وبالتالي أظن أنه هذه الأحكام، هذا الدستور لهذه المرة جاء واضح، وهذا الشيء اللي لمسناه في تاج احنا بالنسبة لهذا الدستور، أنه لم يكن دستور شخص أو دستور نظام بقدر ما كان دستور مجتمع. ويعني لو نجوا في قراءة يعني للدساتير المعاصرة ولأحكام الاتفاقيات اللي منضمة إلى الجزائر من بينها العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، تقر أن الأحكام فيما يخص الرعاية الصحية والتعليم والسكن ورعاية المسنين والطفولة كلها أصبح هذا الدستور يعني يتضمن أحكامها. بل أكثر من ذلك، والجزائر طرف في هذه الاتفاقية. نعم، وأكثر من ذلك في إضافات فيما يخص الحماية الاجتماعية. فعلا نجاب بها الدستور الجديد. فالدولة الجزائرية يعني من خلال هذه الأحكام هذا الدستور كانت وفية للسياسات السابقة، وبالعكس أقرت سياسات رغم صعوبة الظرف. أما صعوبة الظرف، وهذا الظرف يعني الآن يعني لو تجي لقراءة لأحكام الدستور ما كانش مادة تتكلم على المحروقات، ما كانش مادة تتكلم على الاقتصاد المبني على المحروقات. الآن أمام مرحلة جديدة وهي بناء اقتصاد منتج وقوي ومتطور ومتنوع، وبالتالي لابد للسياسة الاجتماعية أن تنسجم وتتطور مع هذا البعد. أعطيك يعني قراءة أخيرة للتقرير للبنود اللي هو برنامج الأمم المتحدة للتنمية، وين أقر أعطى يعني اللي هو كان بالموازاة وبالاشتراك مع المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي،
أعطوا يعني مؤشر مهم جدا أن الجزائر بالرغم أنها تحتل حوالي في يعني في الثمانيات المرتبة تاعها، لكن في السنوات الأخيرة هذه تعتبر من العشر الدول الأوائل التي قفزت قفزة نوعية في التزاماتها مع سياسة البعد الاجتماعي، وهذا دليل بأن الجزائر وفية لهذا البعد وهذه السياسة. أكثر من ذلك، رئيس الجمهورية في كل بيانات مجلس الوزراء اللي صدرت مؤخرا دائما كان يؤكد على موضوع السياسة الاجتماعية، لكن الدستور جاء أقر هذا البعد وأضف بعض النقاط، لكن في المقابل كذلك وضع حد يعني ضرورة الفصل بين الغني والفقير، وفي المقابل كذلك يعني عمل على عدم التفاوت الاجتماعي بين الجزائريات والجزائريين. شكرا سي نبيل. سيد اسماعيل سعيداني، عن جيل جديد، طبعا معروف أيضا موقف حزبكم من الدستور الجديد، تقفون في المعارضة، لكن يعني بعد ما اسمح لك يعني ممكن أن تبيان هذا الموقف، هل أيضا إعطاء قراءة الحزب للوضع الاجتماعي اليوم والاقتصادي في الجزائر وإبقاء الدستور الجديد على هذه السنة اللي هي سنة المحافظة على المكاسب الاجتماعية بالرغم من الظرف الاقتصادي الصعب جدا لتقبل عليه الجزائر سنة 2016 وما يلي؟ شكرا. بعد بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. شكرا على الاستضافة. ولا في الواقع احنا الموقف تاعنا كحزب معارض ليس معارضة سلبية ولكن معارضة إيجابية، لما نشوف أمور إيجابية نقول عليها إيجابية، ولكن لما نشوف أمور سلبية لازم نقول عليها. الرئيس، هذه قضية البعد الاجتماعي هي نقطة مكرسة في بين أول نوفمبر. نعم. وكل الدساتير سواء دستور 63 أو دستور 76 أو 89 أو 96 ويعني التعديلات اللي اندارت في 2002 2008 وهذا التعديل الحالي اللي مازال ما صدقش عليها رئيس الجمهورية، كلها يعني تكرس هذه النقطة، البعد الاجتماعي للدولة الجزائرية. إذن هذا تحصيل حاصل. درك لما نشوف يعني الواقع نقول هل يعني الدولة عندها مزية في ولادها؟ ما عندهاش مزية، هذا واجب الإنسان رب العائلة، عنده مسؤولية على النشأة تاعو، على أولاده، لازم يقريهم ويداويهم ويقوم بالعناية تاعهم. نفس الشيء، لأن مسؤولية الدولة ما هي مسؤولية أبوية، هذا من حيث درك نرجعوا للدستور. لماذا احنا نعارض هذا الدستور؟ اولا هو الدستور ليس الدستور توافقي كما تعهد به رئيس الجمهوريه في خطاب 15 ابريل 2011. ثانيا هو خطاب، ثانيا نقول لماذا الدستور، تعديل الدستور اللي عهد به رئيس الجمهوريه في 1999 حينما جلس سدة الحكم، قعد 16 سنه لما العهده نتاعو في نهايتها يعدل هذا الدستور بهذه الطريقه الاحاديه، بهذه الطريقه يعني اللي ربما هو تكلم في الرساله تاعو اللي بعد ما صدقوا البرلمان، تكلم في الرساله تاعو يتكلم عن الاجيال القادمه. هو ما عندوش حق باش يتحكم في الاجيال القادمه، هو تحكم في الاجيال اللي كان معاه، تحكم في الجيل نتاعو وتحكم في جيلين من بعد الاستقلال، ويحب يتحكم حتى في اجيال المستقبل، هذا ما عندوش حق فيه، هذا يخليه للمستقبل. اذا احنا نقول هذا ليس دستور توافقي وليس دستور دولة الجزائرية، وانما دستور رجل، دستور مرحلة. اذا احنا من حيث سواء كحزب معارض او في التنسيقية او في هيئة التشاور كمعارضين، نقول من حيث المضمون، يعني من حيث الشكل ومن حيث المضمون، فهذا الدستور لا يخدم الأمة الجزائرية، وليس هو دستور أمة، وإنما هو الدستور مرحلة، وهو الدستور يعني رجل، بدليل أن الموالاة لما يتكلموا يقول لك الرئيس عنده الحق باش يعدل الدستور. الرئيس عنده الحق باش يبادر، ولكن ما عندوش الحق باش يدير الدستور. كيف نتساءل نقول كيف للرئيس أن ينزل للاستفتاء الشعبي فيما يخص المصالحة وفيما يخص الوئام الوطني اللي هما أقل يعني قوة من حيث القانون، ولا ينزل إلى الشعب فيما يخص الدستور اللي هو أم القوانين؟ لكن يعني المأساة كانت كبيرة. هذه غرابة. نعترف أن المأساة كانت كبيرة جدا سي سعيداني. يعني المأساة انتهت في 1998. المأساة
اكتوبر 97 انتهت العمليه المسلحه لما مضى الجيش الاسلامي للانقاذ مع الدراس مضاو وسلموا الرايه البيضاء وانتهت العمليه ودخلنا في مرحله ما بعد كان يتكلم بها رئيس الحكومة آنذاك. رئيس الحكومة ذكرك سيدة فريدة أنه السيد يحيى كان رئيس الحكومة آنذاك وأنا كنت عضو عضو المسؤولية الانتقالي، ثم بعد ذلك جاءت الحكومة الأولى بعد 97 والسيد أحمد أوزالي بدءا من 1997 قاعد يتكلم على ما على بقايا الإرهاب. اليوم ما لازمش نديروا هذه المطيه لإرهاب العشريه هذه انتهت، الثوره انتهت والعشريه انتهت. احنا دخلنا في 2000 تحديدا لما السوق النفطيه عودت انطلقت من جديد بعد ما كان البترول في 8.95 دولار والخزينه كانت فيها 300 مليون دولار. لكن بعد 2000 بدات انطلاقه جديده لاسعار المحروقات. الجزائر بدات تلقى يعني الاريحيه تاعها في المجال الاقتصادي وفي المجال الامني كذلك. اذا كان فيه مجال امني اريحيه، في المجال الاقتصادي كان فيه اريحيه، كانوا الاموال تدخل بقوه. نقول نقطه الاستفهام، ماذا فعلنا بهذه الاموال؟ هل بنينا اقتصاد اليوم يعني انقذنا من هذه الكارثه لما كانت هذه الازمه اللي هي ازمه عالميه تاع البترول؟ ما نقولوش بهي ازمه جزائريه، ولكن هي أزمة. هل نقول احنا واش درنا في ال 16 سنه اللي فاتت؟ هل بنينا اقتصاد؟ نقول ما درنا والو، لان 98% من حاجيتنا من البترول ما زلنا فيها الى يومنا هذا. وهذه العمليه هذه ما في وقت زروال ولا في وقت شادلي، كل الحكومات التي تعاقبت لم تقم بالدور نتاعها الاساسي بناء اقتصاد خارج نطاق المحروقات. كان في عملية تنمية اجتماعية كبيرة جدا سي سعيد، يعني لابد أن نقر يعني كان فيه إنجازات كبيرة. مثلا أعطيني إنجازات، إنجازات دارت في وقت هواري بومدين، إنجازات الاقتصادية دارت في وقت هواري بومدين نوعا ما في وقت اللي بن جديد. أما في المرحلة ما بعد الشادلي ومرحلة زروال ولا مرحلة بوتفليقة، سمي لي معمل في مستوى المعامل اللي كانوا انجزوا ما بين 75 إلى يومنا هذا. أعطيني واحد فريد، إنجاز واحد فريد. لا تكلمي لي لا تكلمي لي لا كلمة تركيا فقط المصانع الاقتصادية، أنا أتحدث عن التنمية بشكل عام. أكيد اليوم الفلاحة نأكل مما لا ننتج، اللباس نلبس مما لا ننتج. لو تحبس البواخر، لو تحبس البواخر ما ترصدش في موانئ الجزائر شهر نموتوا بشهر، نعرجوا قاب قوسين أدنى من الصمت. لكن أسي سعيداني، أكثر من 2 مليون سكن، فيه سدود أنجزت، لا لا لا. فيه طريق سيار، هذه مغالطة فيه منشآت كبيرة جدا أنجزت، بدليل أن السيد تبون في الأسبوع اللي فات تكلم عن 160 ألف الوحدة سكنية من برنامج 2001 ما زالت الى يومنا هذا لم تنجز. واليوم الانجاز تاعها هذه الايامات اللي في الفارطه باش بداوا يسلموا في مفاتيحهم. هذه الفرق بيننا في الجزائر، اننا نرتكز كثيرا عن الارقام ولكن الواقع هو شيء اخر تماما. رانا عايشين في الجزائر، ما راناش عايشين في مريخ واحد اخر. احنا رانا عايشين، انا راني عايش في الجزائر. انا نقول لك يا فريده، روحي لعين بنيان، كاين ان بون بدا ان بون في 20 متر ما بين عين بنيان وشرقه، بدا سي غول عنده 6 سنوات. غول كان وزير الاشغال العموميه، غول راح للنقل ودرك راهو في السياحه. والبون هذاك القنطره هذيك الى يومنا هذا لم تنجز، ما زالت هيكل لم تنجز بالجزائر العاصمه. ناهيك عن الاشياء الاخرى اللي داخل الوطن هذا. شوف طيب. رئيس الجمهورية، خليني هذه برك نقص. رئيس الجمهورية تكلم على 100 محل تجاري بالنسبة لتشغيل الشباب. روحي اسألي، روحي دوري في المدن، روحي دوري في البلديات، كيف هذه المحلات اصبحت اوكار للدعارة وللفساد ولكذا ولكذا. يعني شوف كاين سياسة غير ناجعة. نعم جميل، بلغت الفكرة. يلا اخوة في الموالاة سي سعيد، انا راه يقولكم لم يتحقق اي شيء في الجزائر. معليش اخت فريدة، سي نورمال، انا لو كنت جيت في المعارضة نعرض السياسة تاع الدولة والسياسة تاع الأغلبية، ماهوش العبرة تاع الموالاة ولا سياسة الأغلبية. احنا لازم يعني في إطار الديمقراطية لازم
يعني نحترم هذا المبدأ، المبدأ الديمقراطي أكيد يعني المعارضة الأساسي. أنا فيما يخص يعني أنا راني في بلاطو تلفزيون راني نهضر والشعب الجزائري تبع، أنا باش نقول يا أيها الجزائريين رانا في جنة، رانا في قمة، رانا في مستوى ما نقدرش يعني هذه أكذوبة تاريخية، لو كان نقول كلام هذا يعتبر أكذوبة. ولكن باش نقول باللي رانا في الـ في الـ في الـ يعني في الخندق، رانا في في جهنم، لا. هذا كاين مكاسب، كاين انجازات، كاين يعني امور انجزت منذ سنه 1999. ولكن يا اخي الكريم ما لازمش ننساو العشريه السوداء ومخالفتها، واش خلفت، واش يعني النتائج نتاعنا، كنا يعني مجبرين باش نزيدو نعاودو كلش، يعني عاود نطلق من دار وجديد باش نقولوا انه ما بنينا والو ما درنا والو. جو سو با داكور، معليش استاذ، معليش يعني نجاوبك، ما سي با ان بروبليم، جو سي فهمتك على كل حال. ولكن انت مثلا تقول يعني ان بون في عين بنيان، انا نقول لك مثلا الناس يعني باش تشوف العقليه، لوطورو تيست واست فيها 1200 كيلومتر، الطريق تفسدت في دونز ان ترونسون دو 60 كيلومتر ولا 100 كيلومتر، علاش ما 300 كيلومتر 300 يا استاذ، علاش ما نحكيوش على 900 كيلومتر، علاش ما نحكيوش على الفوائد نتاعها، علاش ما نحكيوش على الجانب السكنات. هو من حقه، هو في المعارضه يرى ما غير يعني يرى ما هو سلبي. مسبقا قلت لكم جيت في بلاصه ربما نتصرف هكذا، ما كانش في الدنيا يعني في كل الانظمه السياسيه في كل الدول العالم المعارضه تمشي مع الاغلبيه، ما كانش. نعم، ما كانش يعني هذا هو نعم. المبدا يعني هذا محترم، نحترم رايه، ولكن لازم الراي نتاعنا يحترم، لان كل شيء انا اتحدى اي واحد يثبت لي انه اي اجراء ولا اي مشروع قانون ولا اي تعديل سواء في الدستور ولا في القوانين تم في خارج عن اطار القانون، الكل تم في اطار القانون. تعديل دستوري ما بداش هكذاك، الرئيس بدا بالمشاورات. نعم، كاين احزاب من المعارضه شاركت في المشاورات، سواء مع السي بن صالح او مع السي احمد يحيى، شارك حتى مع الوزير الاول، حتى مع الوزير الاول شاركت الاحزاب المعارضه، شاركت استدعيت، استجابت للدعوه، عبرت بمواقفها. واحد يقول لك جيت باش نسمع، جيت باش نعبر، جيت باش نقترح، باه تشوف يعني كل هذا تم في اطار قانوني. اسمع لكل آية لكل واحد باش نقولوا انه علاش ما مشاش للشعب الاستفتاء. اقول أن هل ترى جاوبني على السؤال، الاجراء يعني الذي اتخذه فخامه الرئيس خارج عن القانون؟ نعم، ماهوش في الاطار الدستوري، خارج عن القانون. لا يا استاذ، لا يا استاذ، خارج عن القانون. اعطيني الماده اللي تمنع الرئيس انه يمشي للبرلمان بغرفتيه. كيفاش؟ اعطيني الماده. واش من اعطيني الماده اللي تمنع للرئيس باه يمشي للبرلمان بغرفتيه؟ ما يكفيش تقول لي لا، ماشي نقول لك نعطيك الماده 174 174 كذا كناقشك يا زميلي المحترم. انا ما قطعتكش من فضلك، تفضل. كل الاجراءات تمت في اطار قانوني. نعم، بالنسبه لك انت لا قانوني، ماشي يعني بالنسبه لي، بالنسبه للقانون وبالنسبه للراي العام. اسمح لي حتى الفكره معليش استاذ، تفضل تفضل تفضل. شكرا، فقط لانه والله انا اطرح هو لازم يكون حوار ونقاش، يعني قضيه ماشي مقاطعه او رد، لانه هذا نقاش والمجتمع يعني الشعب الجزائري يشوف فينا حتى التنوير، لانه دائما تندار مغالطات وتبقى تمشي هذيك المغالطات، ولا بد احنا نوضحوا. احنا بالنسبه لنا احنا في موضوع فتاج دائما نحرص على الاجواء التوافقيه، حتى اذا ما كانتش في موضوع الدستور اللي يقولوا باللي ما كانش في الدستور، واحنا نقولوا باللي موضوع التوافق موجود والان ناكد عليه كيفاش هو موجود. نقول باللي الان الجزائر يعني مقبله على تعديلات لمعظم القوانين، وبالتالي نحرص فتاج انه بعيدا عن منطق الاغلبيه ومنطق الاقليه ومنطق الاحزاب الداعمه للرئيس والغير داعمه للرئيس، انه لابد نوفر أجواء التوافق، لأنه هذا هو السبيل لنجاة الجزائر والجزائريين. هذا هو المنطق الأول. المنطق الثاني بالنسبة لنا يعني المعارضة دائما تمشي وتقول باللي ما مشيش على الاستفتاء، ما هوش توافقي، الكلام هذا معروف. لكن أنا أتمنى وكنت أتمنى بأنه شاركت في المشاورات وتدلي بدلوها وتقول باللي نحن مع استفتاء شعبي ونحن مع هذه الأفكار، نريد أن يضمن هذا الدستور هذه الأفكار، وبالتالي لم
يعني لم الرئيس لم يأخذ بهذه الأحكام الدستورية التي لدينا بها ولم يأخذ بالآلية الدستورية المتمثلة في الدستور، وبالتالي نحن نقاطع. لكن أنك تتكلم في الوقت الضائع وأنه كل الأدوات وكل الآليات وكل الوقت اللي كان يعني من 2011 إلى 2016 تقريبا، خلينا ننساو الفترة اللي قبل قبل ويحيى، ويحيى في جوان 2014 إلى غاية ديسمبر 2015، عام ونص، عام ونص. وراء لماذا المعارضة يعني حكمت حوار طرشان؟ لا أنا ما نروحش، لأنه بالنسبة لي لا تأخذ بأفكاري، لا تأخذ بمواقفي، لا تأخذ باقتراحاتي. هذا الشيء اللي لحظة ما زال ما كملت نسمعوا لسيب القايد ونعطيك الكلمة. لأنه بالنسبة لنا هذا هو الشيء اللي بلغت الفكرة نبيل. نعم لا فقط فكرة، لأنه مهم جدا أنه بالنسبة لي أنا كنت أتمنى أن المعارضة تقدم اقتراحات إلى السلطة، وعندما السلطة لا تأخذ به هذه المقترحات بعد عندك المبرر. سيب القايد نسمعوك نعطيك الكلمة سي اسماعيل. ماشي بكل هدوء يعني بكل هدوء، يعني موضوع الدستور الآن أصبح أمر واقع، يعني أصبح أمر واقع سواء من صوت بنعم أو من امتنع أو من صوت بلا أو من قطع، أصبح كل واحد الآن أصبح أمر واقع. إحنا على كل حال بالنسبة للموضوع التوافق، هذا هو التوافق، مش كان مطلب المعارضة، كان مطلب السلطة قبل المعارضة. يعني كان مطلب الجميع، ولما يكون مطلب الجميع أنا إحنا وديدنا وتمنينا وكم كان أملنا أن رئيس الجمهورية وهو صاحب المبادرة بالتعديل ما لا يوجد في الدستور ما يمنعه أن يحقق هذا التوافق بالشكل الذي يسكت جميع الأفواه في الموالاة وفي المعارضة. كان بإمكانه بيدير آلية، يعني الآليات كاين بزاف، كاين آليات كثيرة وين يقدر يحقق هذا التوافق. لأنه لما تقول المعارضة والدستور مش توافقي، يعني هاك تشوف يعني هذا الموضوع يعني هاو نطرح لو كان مشاورات ما يمشي، والمشاورات هي آلية. اصبر سي نبيل، اصبر ليست مشاورات، اصبر موضوع التوافق ليست مشاورات، موضوع التوافق سي نبيل موش ما تحكمش عليها اصبر مشاورات. اصبر وقتنا احنا نهضروا برك خويا، خلينا نعبر على الراي فقط. تفضل تفضل. يعني موضوع التوافق موش موضوع يعني ولي احنا شاركنا في المشاورات، نعم شاركنا في البريمير روند دوزيام روند ثروازيام روند قطعنا، ولكن المحتوى تاع الافكار تاعنا موجوده. بارك الله فيك. يعني ما فيش هذا الوسم، ولكن احنا التوافق ماهوش المشاركه في المشاورات. توافق وديدنا ان تكون في تقديركم يعني ما هي الحلقه التي ضاعت؟ هذه الحلقه التي يحدث من خلال لان صياغه الدستور صياغه الدستور هي التي يجب ان يكون حل توافق، مش الاستشاره. استشاره نقدر أن يعني كان قادر رئيس الجمهوريه من طريق من خلال لجنه خبراء يبقى يدي ويرد كما يقولوا بين قوسين، يصيغ الافكار نتاع المشاركين كلها، يصيغها ثم يعرضها ثم يصيغها ثم يعرضها حتى نوصل الى صيغه يعني كيف يقولوا صيغه يرضى بها الجميع. ممكن ما يرضاش بها 100% ولكن الاجماع ما كاش منه. انا نهضر على التوافق. التوافق التوافق عاده دستور التوافق عاده ما يكونش جميل، دستور التوافق عاده ما يكونش جميل، يكون يرضي، لانه احنا في مرحله نحتاج الى هذا التوافق. يعني هذا التوافق مش رغبه، التوافق هذا يحتاجه البلد اليوم. لو لا قدر الله ما شاء فعل، على كل حال يعني بكل هدوء لو حدث هذا الاجماع حول التوافق اليوم، نقدروا ناخذوا اي اجراء، نقدروا في البلد نقدروا ناخذوا اي اجراء، اي موقف سياسي، يعني مهما كانت ظروف الصعوبات، مهما كانت ظروف الصعوبات الامنيه، مهما كانت ظروف الصعوبات الاقتصاديه، مهما كانت ظروف الصعوبات الاجتماعيه، نقدروا ناخذوا اي موقف وحنا مطمئنين ما نخافوش. لكن معليش على كل حال يعني كما يقولوا ما تمش بالشكل هذا الوسمو، يفتح ربي ان شاء الله من المستقبل وتكون يعني تكون مبادرات وتكون الاخر لاحداث. احنا ماذا بينا او في بالو روتار، يعني في الموضوع الاقتصادي احنا تاخرنا. نعم في الموضوع الاقتصادي تاخرنا، وحنا منش من الكارين الخير نقولوا بلي ما كان والو، لا كاين في ذي البلاد كاين بزاف اشياء تحققت، ولكن هذا ما حققش النمو والتنميه. تحققت التنميه اليوم، لكن النمو اليوم ما يزال. اليوم الخبراء راهم يقولوا بلي اون انفستي 7 دولار بور افوار 1 دولار. اليوم رانا انفقنا 30% من البي بي بور افوار 4% دو طون دو كروسانس. يعني هذا احنا ماشي نستشفاو في هذا الشيء، لا ابدا، هذا ما نستشفاو، رانا نقولوا بلي هذا البلاد تاعنا. وعلاه علاه صار لها كيما هكا؟ علاه في جيراننا اون انفستي 1 دولار يعني كيما يقولوا اون انفستي 1 دولار نريكولتو 3 دولار، وحنا ما زلنا
يعني كما يقول لك ننفستي 7 دولار بور افوا 1 دولار، نستثمر 30 حتى 40% من الناتج الداخلي الخام باش ندير 400 نسبه نمو. نعم. هذا الشيء، هذا الكلام ماشي نقول فيه، راهم خبراء يقولوا لماذا هذا الشيء؟ نعم. احنا رانا حابين ما يكونش بلادنا كيما هكا، رانا حابين يكون يعني كما يقولوا بين قوسين ان طو دو كرواسونس يقرب من الشيف الراشيف، لانه هذه بلادنا. نعم. وهذه بلادنا حابين نعيشوا فيها جميعا في وئام وفي سلم وفي سلام، ونعيشوا جميعا في رفاهيه ايضا. نعم. ونختلف حول الاراء والمقترحات والافكار السياسيه والاخر، ولكن حابين بلادنا تتطور. نعم. حابين بلادنا تنهض. نعم. حابين بلادنا تنمو. هذا هو الشيء اللي طيب يعني بدون خلفيه. نعم. وبدون تحامل وبدون كلمة هذه المعارضة، ولا هذا معارضة سيتي بوزيسيون بوليتيك لا أكثر ولا أقل. طبيعي. ولكن في نهاية المطاف احنا ما ناكلوش المعارضة، احنا لازم اقتصاد قوي. لازم اقتصاد قوي. للأسف في الدستور هذا ما كاش يعني بين قوسين لمسة لتعطي انطباع بأنه فيه استراتيجية تاع نهضة تاع نمو. ما كاش يعني احنا ما قرينا الدستور. نعم. ما لقيناش هذا الشيء. ليته وجد ليته وجد. طيب. في الدستور هذا بضرورة وجود رؤية طويلة المدى تاع 2030-2040 ليته وجدت. نعم. نصفق لها ونهلل بها. لا تتصوري باللي احنا يحزننا أن تغيب مثل هذه المعطيات في الدستور. نعم. أن طيب. تغيب بأن يكون للجزائر نظرة قوية للنهضة يحزننا ويفرحنا لو جاءت في هذا الدستور. طيب سي اسماعيل شكرا سي حيوي وسي بالقسم النائب سي بالقسم. شوف احنا ماناش معناش نظارات سوداء يعني باش نشوفوا الا الاسود. لما تكلمت انت قلت بان هذا الدستور توافقي وكانت فيه مشاورات. ما كاينش مشاورات، كانت فيه لقاءات ثنائيه. فرق بين المشاورات وبين اللقاءات الثنائيه. كيف تتصورون المشاورات في جيل جديد؟ المشاورات حاجه بسيطه جدا. نرجع ندير خطوه الى الوراء، نرجع ل 96 دستور 96. الرئيس انذاك اللي هو عسكري نعم مجولات الحوار انذاك جمع الاداره الجزائريه بقياده سي العشب امين عام الحكومه والمستشارين تاعو، الاساتذه الجامعيين سي مكمشة سي الزهاري، مجموعه من الاساتذه كان مسعود شهوب. نعم. كان مجموعه. نعم. كبيره من مسعود شهوب محترش. انا كنت عضو في هذيك اللجنه. الاحزاب السياسيه. كل حزب قدم يعني حركه مجتمع سلم كان سي مسمى النصره، حركه النهضه كان سي كان لا 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 انا كنت عضو في واحد في كل اللجنه كان فيها لجنه القانون كان في مناصره، سي دربال كان يمثل النهضه، سي علي هارون كان يمثل لاينر، انا كنت مثل البيرا، سي علي سيتواتي كان يمثل منظمه ابناء الشهداء. كان شوف كان فيه المنظمات والجمعيات والاحزاب السياسيه انذاك والخبراء مده 21 يوم. وحنا نخدموا ماده بماده. درنا مشروع، الدوله جابت لنا مشروع، اثرينا هذاك المشروع بحضور الاساتذه. كل مره يكون فيه خلل يدخلوا الاساتذه يديروا التعليل. مده خلصنا المشروع، المشروع مشى للبر، مشى لان ذاك السينتي صادق عليه، ثم مشى على الاستفتاء. هذا قبل كل شيء هذا كانت فيه مسوده بعثها رئاسه الجمهوريه، بعثتها الى الاحزاب السياسيه ثروها مع المسؤولين تاعهم مع المندوبين. المندوبين جاوا مزودين بالمعلومات وتمت فيه الخدمه في اطار طاوله مستديره في مده نتاع 21 يوم ندير فيه المشروع. اما اليوم انك تعيط لي تقول لي هاو شربتي واعطيني رايك بدليل ان الاحزاب الموالات هي ذاتها اليوم راهي تقول انا الافكار تاعي ما لقيتهاش والماده 51 هذه ما عرفوش من طاحت لهم. حزب الاغلبيه الافلان راه يقول اليوم الماده 51 انا مانيش راضي عليها. معنى هذا ان الحزب اللي راهو يسير عفوا الحزب اللي راهو يسير اليوم في الدوله ما على بالوش بالمسوده تاع الدستور. وهذه الماده تحديدا هاي جابت لنا مشاكل. البارح مجموعه من الجزائريين خلقوا حزب في فرنسا سموه حزب جبهه التحرير الوطني، وخرج في الجهات الرسميه للجمهوريه الفرنسيه. يعني جزائريين من اصل جزائري يقطنوا في فرنسا خلقوا البارح حزب سموه جبهه التحرير الوطني. يعني دخلنا في مشكله. لماذا؟ لان الماده 51 اقصت الجزائريين وقزمت الجزائريين الى
جزائريين فوق العاده وجزائريين تحت العاده، يعني قلبونا الوسمو دو لانديجينا. الماده هذه 51 لا هي الماده هذه فقط هي اي تقصد المزدوجيه الجنسيه اسمحيلي 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 الماده هذه تتناقض مع الماده 29 لتقول الجزائريين اللي عنده الجنسيه الجزائريه الجزائريين متساويين في الحقوق والواجبات. ثم تجي الماده 51 تقول لك الجزائري اللي عندهم الجنسيه المزدوجه. من هو اللي جاب الجزائريين المزدوجي او ثلثي الازدواجيه في الحكومه؟ هل الاحزاب السياسيه هي اللي جابتها؟ هل المعارضة هي اللي دارت وزراء مزدوجي؟ يلا غلطوا يداركوا في الخطأ، أين العيب في ذلك؟ كان في خطأ وين في التدارك؟ لكن لو لو لو, لو 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 اجتمعنا لو اجتمعنا معارضة كجزائريين معارضة ومولة وحكومة وخبراء ونديروا قانون للجزائر ماهوش لشخص ماهوش لمرحلة، هذا هو اللي نقولوا عليه. لا هي الفكرة الأولى. انا بالنسبه لي اولا ثم الخطاب تاع التوافق وتاع لازم نخدموا البلاد تاعنا، هذا جدا لازم بارك الله فيكم. انا بالنسبه لي استاذ اسماعيل انا واش الفكره اذا الكلام اللي انا نقوله الان بعد الدستور لا ما تخلطوش الناس برك نقولوا باللي بالدستور هذه توافقي ماهوش توافقي لا انا بالنسبه لنظرتك انت مش توافقي مش هضرتي نروح نشوفوا ماده توافقي. انتم شوف انتم ما لقيتوش روحكم فيه. انا ما شكون اللي لقيتوش روحكم فيه؟ احنا نعبروا على حسابنا كيف تقول تعبر في مصر ما لقيتوش روحكم فيه بدليل انه داروا لكم ماده على جالكم انتم. واش الماده؟ سبحان الله يقول لك بالتجوال السياسي انتم حزب من ناحيه قانونيه. شوف من ناحيه القانونيه كان في الماده كان نعم. اصل الماده يقول لك الفرع يتبع الاصل. نعم الاصل هي الاحزاب السياسيه. نعم المجموعه اللي في تاج اللي كونت اليوم قطب في البرلمان غير قانونيه. نعم. بقوه القانونيه لان الفرع هو الديبوتي ولكن الاصل هو الحزب. انا جيت باسم حزب ما عنديش الحق. ما كانش حاجه قانونيه تمنع قانونيه ممنوع هذا ما عندكش وجود حزب تاج خلق بعد بعد نعم. بعد شوف بعد هل كاين حاجه قانونيه تمنع قانون ما كانش سبحان الله هذا مش قانون الان نتكلموا شوف هذه ماده قانونيه وش هي الماده القانونيه تقول لك الاصل يتبع ما كانش الفرع يتبع الاصل ما كانش اسمح لي خليني نكمل لو جينا في دوله لو جينا لو اننا في دوله القانون ما يكونش كاش هذه تقصد تبع الفرع اسمح لي نكمل عليه في هذا باش نجاوب او اسالني باش نجاوب عم داروا لكم ماده على جالكم احنا داروا لكم ماده على جالكم بالعكس لا ما داروش ماده على جالكم لا احنا بالنسبه لنا شوف انا 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 واش يهمني في الموضوع نتاع الدستور انه فيه افكار توافقيه. انا بالنسبه لنا كون نجو ماده نقول لك بالدليل باللي فيه ترسيخ للديمقراطيه وفي افكار جريئه ومهمه جدا أبداً. لا يعني خلي احنا بالك ماهوش النقاش انا نقول لك ماده لانه الان اختار المجلس الدستوري واختار عن طريق البرلمانيين أيوة مجلس دستوري كاين مجلس دستوري نعم كاين مجلس دستوري احنا بالنسبه لنا الفكره كاين هيئه متحدة رئيس الجمهوريه تنتمي الى حسبين. اسمعي هذا المنطق تاع كذا ما كان اسمح لي الوقت بهذا المنطق ما كان حد اسمحوا لي بهذا المنطق ما كان والو لا ما نقدر ماهوش الكلام هذا اللي ينتج هذه حقيقه لا يا سي نبيل اسمح لي اختي فريده انا بالنسبه لنا كاين فكره في ثواني رجاء باش نوصل نعم فكره مهمه انا بالنسبه لي حتى ما نقولوش نحكيو في حاجه الان اصبحت الدستور كما عبرتي عليه في البدايه كل جزائري كان سيد امر واقع وامر اليوم دستور يعني للجزائريين امر واقع بقدر هو دستور حسب الاجراءات القانونيه دستور لكل جزائريه والجزائريين. الان من اجل عدم تفويت الفرصه على الجزائريين والجزائريات وما نبقاوش دائما كي تفوت المناسبه نبداو نحكيو اي جايه ترسانه تاع ترسانه تاع قوانين عضويه تاع عضويه 35 قانون اسمعين نتلاقاو كجزائريين انت اغلبيه اللي دايرها شوف لي هي الاغلبيه اللي دايرها نوفروا اسمح لي نوفروا احنا اسمح لي سي عبد العزيز بان نكمل هذه الفكره انا بالنسبه لي انا احنا كتاج انا هذا هو نداءنا وخطابنا انا نقول خلينا نجتمع اذا فات الدستور وقلنا كلام واش قلنا فات الان بالنسبه لنا احنا مقبلين على جانب اخر اللي هو مهم جدا كذلك القوانين العضويه والقوانين العاديه لترجمه هذه الاحكام الدستوريه خليو نوفروا الاجواء التوافقيه بلغت الفكره رجاء تفضل سي بالقايد ساعود اليك سي شعبان نعم على كل حال مش تعليقا على الاستاذ نبيل وانما احنا حركه المجتمع السلمي في الجزائر ربها الشيخ محفوظ نحناح على قاعده اصيله وان الجزائر في العيون نفنى ولا تهون يعني هذا موضوع هذا لا نقاش فيه احنا اليوم ماناش نعرضوا في الدوله اليوم رانا نعرضوه في الاغلبيه للاسف الاغلبيه مش تحكم
حنا تمنينا في هذا الدستور عوض يدير الاغلبيه المعارضه تخطر يدير الاغلبيه تحكم، لانه حتى نستطيع ان نعارض الاغلبيه ونعارض الدوله. نحن ماذا بينا انا سي بالقاسم شعبان هو جزء من الاغلبيه، انا ماذا بينا نعرضه هو في افكار وفي افكار حزبه، في ما نصيبش روحي معارض للدوله. احنا هذه الوضعيه حبيناها تترسخ من خلال هذا الدستور ويصبح اغلبيه واقليه او اغلبيه ومعارضه. طبعا احنا هذه المساله معليش مالا. النقطه الثانيه فيما يخص الدستور الاخت الكريمه، تمنينا كان يضمن مبادئ يتكلم على مبادئ مثلا واحكام عامه مثلاً. احنا لما الدستور يتكلم على مثلا ناخذ هذا الماده 99 المكرر اللي اعطات الحق للمعارضه او الحق المعارضه البرلماني، المعارضه بالمناسبه ماهيش المعارضه، المعارضه البرلمانيه. نعم المعارضه البرلمانيه يعني كل مجموعه تاع 50 نائب غدوه يكون يشوفوا سواء من فلان او من ارندي او من خالط، يشوفوا بان قانون معين صادق عليه المجتمع الوطني صابوا فيه بانه فيه مخالفه للدستور يقدروا يخطروا بالدستور. هذا موش خاص بالمعارضه البرلمانيه، يعني موش خاص بالاوبوزيشن اللي مش متواجده في الحكومه. هي اليه تقدر تستعملها 50 نائب في البرلمان. هي اليه ينجم يستعملها 50 نائب في البرلمان او 30 نائب في مجلس الامه. هذه وحده. اثنين، حل مشكله لو كانت احكام عامه مثلا ناخذ المثال تاع 99 مكرر. 99 مكرر قال حق اسمه البرلمان الحق المعارضه البرلمانيه اخطار من الدستوري، لكن لما نجوا للممارسه في التاريخ كامل هذه محاله على النظام الداخلي. هذه الماده كلها يعني تعطي الحقوق وكذا كذا حتى في الاخير يمكن اخطار من الدستوري، هذه محاله على النظام الداخلي من الشعب الوطني. احنا شفنا بان لان عندنا تجربه، نعطيك مثال في الدستور السابق، الدستور اللي قبل هذا التعديل كان ينص على ان في الماده 119 على ان 20 نائب ينجموا يقترحوا قانون. فعلا جيد صح. هذا واش كاين لما جينا القانون العضوي 99.02 صبنا في الماده 16 باللي المجلس الشعبي الوطني اسمه جدول العمل تاعو تحدوا الحكومه على حسب ترتيب الاولويه نتاعها، بمعنى انه لا يمكن لاي مقترح قانون ان يمر او ان يجدول في القاعه إن لم يكن إلا إذا كان الحكومة. إلا إذا كان وفق أولوية الترتيب اللازمة. هذا مناقض للدستور، يعني الدستور أعطى الحق للنواب والقانون قلع هذا الحق للنواب. يعني بغيت نقول كاين ممارسة، يعني احنا كي نقولوا هذا مليح كان مليح كان الدستور هذا يتضمن أحكام عامة سيرتو الأمور المتعلقة بالحريات. الحريات ما تقيدهاش، وجيب قانون واحد آخر ينظم هذه الحريات ومن بعد كاين التحكيم. معليش حنا المجلس الدستوري بغض النظر عن الاسم تاعو، ولكن ينجم المجلس الدستوري يقدر يكون التحكيم بين ما تقترحه الحكومه وبين ما هو موجود في الدستور. اما حينما يحال النص الدستوري يحال على القانون العضوي او القانون العادي، فهنا يصعب التحكيم على المجلس الدستوري. طيب ما ينجمش، لانه هذا هذا التنصيص هذا دستوري، ما ينجمش المجلس الدستوري يقول لك بلي هذا مخالف للاسم. انا بغيت نقول باللي الممارسه اثبتت بان صياغه الدستور بهذا الشكل خاصة ما تعلق بالحريات كان المفروض ما يتقيدش. طيب بلغت كل ما يتعلق بلغت الفكرة سي بالقيد، كان المفروض ما تقيدش. نعم. وتخلي القانون. نعم. هو القانون فيه طبعا يعني تدافع بين المعارضة والأغلبية، ثم بعد ذلك يصدر القانون، ثم بعد ذلك حينما ترى المعارضة أو أن المعارضة البرلمانية ترى بأن هذا فيه مخالف الدستور يعني نديروا طيب واحد. نعم. نديروا واحد كما يقولوا واحد الممارسات ديمقراطية ونتعلموا. معليش بلغت الفكرة، بلغت الفكرة سي عبد العزيز. سي شعبان يعني علق لو أردت، لكن جاوبني على سؤالي. الشباب دخل وبقوة في المنظومة الدستورية الجديدة بالاعتراف به كقوة حية في بناء الوطن وإدراجه في صلب الالتزام الوطني لرفع التحديات الاقتصادية والاجتماعية مع إنشاء مجلس أعلى للشباب. كيف تنظرون إلى هذا؟ فريدة، أولا قبل التطرق إلى سؤالكم، نعم، بيودي أن يعني واحد تعليق برك بسيط. أولا فيما يخص زميلي قال الممارسة والخبرة، أنا ما نشوفش يعني الممارسة والخبرة. البارح 6 شهور كانوا في الحكومة، اليوم راهم في المعارضة، ما 6 شهور في الخبرة، ما هذه ما على باليش بها. أولا في مخصص الخبرة، لا اسمح لي، ليبراتيك ديمقراطيك هذه حقيقة. حنا كنا في الحكومة حقيقة أستاذ، ما قطعتكش، اسمح لي، ما قطعت حتى واحد. لا أنت لا سامحني سامحني، ما نخليكش تقاطعني، معليش خليتكم تكلمتوا خذوني نتكلم. خذ راحتك، تقول خبراء مؤشرات سوداء. اسكو على بالكم باللي البنك العالمي دار مؤشرات تاع لا كرواسونس ايكونوميك تاع الجزائر، قال لك في 2015 رانا في 3.6 و2016 رايحين نبلغوا 4.3.
هذه ما جبتهاش انا ما لا 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 ما ذكرتهاش ذكرتها لا 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 المؤشر تاعك سوداء احنا باش تقول نريد الخير للبلاد ماذا بنا نبغيوها كل احنا ثاني نبغيو الخير للبلاد باسكو سمعت يعني لازم تكون مبادئ في الدستور لازم تكون الرؤيه لازم تكون وي اطلب منكم زميلي المحترم تراجعوا الماده 8 من الدستور الماده 170 الماده 17 الماده 17 مكرر الماده 37 vous allez voir qu'il y a une vision économique هناك رؤيه اقتصاديه وان الدوله تتعهد وتول ملزمه يجب على الدوله يجب ان تفتح الاستثمار ان يكون اقتصاد متنوع هذه مش رؤيه هذه ها مش رؤيه هاي المادة قراها شتها شتها على مباشر هاي قراها لا هي مطالعة الدستور يا أخي قرينا الدستور واحد موش ما يلزمش نسودوا الأوضاع هذا واش حبيت نقول فيما يخص النظام الداخلي فيما يخص النظام الداخلي تاع مجلس الشعب الوطني اللي راح يكون موضوع نقاش راح يكون نصوص عضوية وعادية تنزل مجلس الشعب الوطني هذاك النهار إن شاء الله تشاركوا وتناقشوا كنت معايا في اللجنة على بال كيفاش نناقشوا في اللجنة باسكو العيب في البرلمان الجزائري ما عندوش قناة تلفزيونية باسكو الأخت الكريمة والله العظيم لو كان عندنا قناة تلفزيونية هاو الزميلي معايا يشهد ربما يشهد للتاريخ يعني نوعية النقاشات والأفكار وكيفاش تطرح المشاريع القوانين ولكن للأسف ماذا بينا نوصلوا تما فيما يخص المادة 51 أنا ما نجاوبش زميل سعيداني نقول يا أستاذ الكريم لازم نستناو القانون العضوي اللي راح يجي يشرح المادة هذه بالتدقيق ويحدد هذه المناصب ثم ربما يكون نقاش ولكن بالنسبة لمزدوجي الجنسيات ما قالكش يسون اكسكلي توتالمون ولكن قال لك ولكن هناك مناصب حنا نستناو ويزيد يجي قانون خاص ثم يكون نقاش ثم ربما تكون أفكار ولكن نزيد ثاني باش نروح جاوبني على سؤالي رجاء نعم باش يقولوا ان ما فيش مشاورات هذه ماشي مشاورات ما يلزمش يدينا نروحوا نمشيو الى المجلس التاسيسي انا فهمت الفكره لا 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 اسمح لي اسمح لي مش انت يا استاذ يا استاذ الكريم نعرف افكار جيل جديد نعرف كل حزب كيفاش يخم ولكن الفكره الطاغية يعني السائده في الساحه السياسيه الجمهوريه الثانيه نروحوا حبوا يدينا مجلس تاسيسي والمجلس التاسيسي فيه مخاطر على الجمهوريه خاصه على المكاسب من 62 هذه متفقين عليها انه فيه مكاسب في كل جانب انا اقول الدستور هذا لكرس الامازيغيه لكرس لاباريتي يعني تاع بين المراه والرجل لكرس المناصفه لكرس العديد من المبادئ الديمقراطيه لكرس الامازيغيه لكرس يعني مركز مكانه الشباب يعني باعطائهم الفرصه بمجلس اعلى للشباب حتى يعني في الدساتير القديمه كان كلمه الشباب ولكن هنا جاءت بالتدقيق يعني زاد اعطى لها المجلس هذا باش يكون مجلس استشاري ذات مكانه واكثر حتى في القوانين يعني العضويه القادمه اللي كانت يعني في اطار الاصلاحات السياسيه احنا نعرفوا رئيس بلديه 24 سنه نعرفوا رئيس مجلس شعبي ولا 26 سنه عضو في مجلس الأمة 35 سنة النائب في البرلمان 26 سنة لو كان مثلا أنا أقول حاجة لو لم الدولة لم تبادر بمثل هذه الأفكار ماذا تقول المعارضة حرمتم الشباب خليوا الشباب الجزائري هو المستقبل الرئيس في الرسالة كي كان يخمم على الجيل الجديد على بالي واش كان يقول هذا ميساج باش احنا فتحنا لكم الطريق ماذا بنا احنا نخليو هذا الشباب يكون له تكون له فرصه لمواجهه التحديات ورفع التحديات ورفع المشعل لبناء مستقبل افضل. طيب تفضل سي اسماعيل. مالوريزمون تفضل سي اسماعيل. سي فوتر كونسيبسيون هذا موقف تاعك نحترمه احترمه. لا لا انا محترمه. ما راكش تحت انتم كي تجيو للحقيقه وللحقيقه وللامور يعني الحقيقه انا اعطيت لك نرجعوا للمجلس الاعلى نرجعوا للمجلس الاعلى للشباب. ما راكش فرحان رئيس بلديه 25 سنه؟ اسمع انا عندي يقول لك علاش دوله تمد الدراهم في اطار انساج الشاب هذا الدراهم تاع الخزينه انا عندي في الحزب دي جون دو 24 ans كي سون سيكريتير ناسيونال الله يبارك فوالا يعني باش الناس شوف قضيه المجلس الاعلى للشباب يعني هذا كاننا يعني جبنا القمر السيد درواز في 94 كان رئيس 95 كان رئيس المجلس الاعلى للشباب السيد بوتفليقه لما جاء الغاء هذا
هذا المبدا. واليوم 16 سنه بعد هذا وفاق باللي لازم الرئيس كارشو في الدستور يا استاذ، ما نغلطوا كارشو في الدستور، قانون اسمى للبلاد، هذا امور كارشو في الدستور. العهده نحاها اون 2008 واليوم عاود قلبها، نحل صلاحيه الوزير الاول ودرك قلب رئيس الحكومه ودرك ولا قلب جزء من اسمه، قلب جزء من الصلاحيات. شوف ما كانش استراتيجيه استشرافيه على مده 20 30 50 سنه 100 سنه، كاين قاليه مرحله، راني اليوم في الكرسي نشوف واش يصلح بيا وفقط، هذا ما كان. درك تقول لي انت يا الشباب، الرئيس يخمم على الشباب، الرئيس بيان سور الرئيس يخمم على الشباب، الرئيس يخمم على الشاب وعلى وعلى الكبير وعلى الصغير وعلى المريض، هذا الواجب تاعو، هذا الدور تاعو، لانه هو الاب تاع الامه مهما كان، سواء هذا والله اللي جاي والله اللي راه مؤسسه، هذا مسؤوله، هذه عنده مسؤوليه، هذه مسؤوليه تاريخيه، هو راه يمثل الامه، اي لو ريبريزونت لو بابل، دونك اي لو بار دو لا ناسيون. هو قال انا جانكار لا ناسيون، بوتفليقه قال انا جانكار لا ناسيون، جانكار لو بابل صح، هذا سان دوفوار، ما زادش حاجه، اعطينا له مهمه راه يقوم بها. درك تقول باللي هو يخمم على المستقبل، يا اخي شوف هاد الناس من 62 وما يقولنا نسلموا لكم المشعل، الجيل تاع الثوره مات راح، والجيل تاع الاستقلال الاول راح، والجيل تاع الاستقلال الثاني اللي رانا فيه حنا هنا رايحين، والجيل اللي راه بعد 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 هاو زاد راه رايح، كلاو الرصيد نتاع سيد بن خلدون، عبد الرحمن بن خلدون المؤرخ، يقول بان الدوله فيها 120 سنه. ما فهمتنيش، انا قلت لك يا سي شعبان رجاء، لو كان ما فيش امتيازات تاع فيزات هذه للشباب ماذا تقول؟ ما يقدرش، هما عندهم هاد لونسيان جينيراسيون عندهم ان ديسك دور كي نو ريسومبل با او ديسك دور تاع لا نوفيل تكنولوجي، هما مازالوا يخمموا بالتخميم تاع الستينات وتاع السبعينات، اليوم رانا نخمموا في الالفيه الثالثه، اليوم الولد راهو يطير مع لا تكنولوجي، الولد صغير خلاص، وليدك صغير خلاص يطير مع التكنولوجي، هذه ما يعرفوهاش هما، دونك لا نوفيل جينيراسيون يفورميدو لي سيزار هي. خلوني ناخذ دقيقه لكل واحد، تفضل كلمه ختاميه في دقيقه، انتهى وقت البرنامج. لا. انا بالنسبه لي هذا الخطاب، انا في موضوع الدستور كان اطار يا سي اسماعيل اطار مناسب لتقديم اقتراحات لمن رئيس الجمهوريه، وكان لا اقتراحات ما لقيتهمش، لا ما عيش ما تغلطوا ما تغلطوش بالغير لا 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 سعداني يا سي سعداني خويا، شوف شوف اقصار والله ما كانش اقصار، لا مش بهذاك المنطق، احاديه كان تعرفوا هذا المنطق. اسمع، الحل هو الانتقال الديمقراطي، الحل هو انه بوتفليقه يروح والجماعه، لا 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 هذا هو الاطار، ما قلناش هذه، هذا هو النقاش. سمحيني طيب. لا انا بالنسبه لي انا بالنسبه لي استوفيت من الكونستيتيون الى توضيح بعض الاسماء، لا لو كونستيتيون سي اسماعيل، احنا شوف لي ساتيك في دقيقه واختم. احنا بالنسبه لنا الموضوع الان، انا قلت لكم في البدايه الان مقبلين على حزمه تعديلات لقوانين، لابد أن يتنازل الجميع من أجل الجزائر، هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية في موضوع الشباب، هذه مكاسب، أنا كشاب نادينا وفي إطار تنظيمات شبانية نادينا بعودة مسألة الشباب، كانت مرحلة وخصوصيتها والآن مرحلة جديدة دسترة، والآن احنا بالأمس فقط عملنا لقاء لمسؤولي شباب تاج وأعلن رئيس الحزب، لأنه بالنسبة لموضوع الشباب مهم في الحزب، أعلن رئيس الحزب عن أنه القوائم الانتخابية بالنسبة للاستحقاقات القادمة التشريعية والمحلية يكون فيها 80% من القوائم يكونوا شباب. طيب جميل سي نبيل، سي شعبان أمور عملية، نعم يعني. في دقيقة رجاء كلمة ختامية. أملنا في التجمع الوطني الديمقراطي أنه كلنا فعلى كل المستويات، سواء في الأغلبية أو في المعارضة أو المجتمع المدني أو المسؤولين، أن نكون على مستوى هذه المسؤولية اللي تقع على عاتقنا، باسكو هذه ما عندناش كما قالوا كل الزملاء، كما نقولوا كل ما عندناش جزائر أخرى، ما عندناش جزائر واحدة أخرى، ما عندناش بلاد واحدة أخرى، الله يوفقنا على الخير وإن شاء الله اللهم أمين. سي إسماعيل والله شوف ساختم بك سي بلقي، لا يعني شوف احنا بالنسبة لنا لازم الموالاة يفهموا حاجة، بأن المعارضة ما هيش لهنا باش ربما تسود الامور، والله باش يعني تكسر المعنويات، والله جايه باش تبني، بالعكس الرب سبحانه عز وجل لما خلق الميزان دار فيه كفتين، لما تسقط كفه الاخرى ترجعها وتقلبها للصواب. احنا نقول لهم تعقلوا واعطيوا قيمه للمعارضه هذه، لان اول معارضه جزائريه ومن اجل الجزائر، والهدف تاعها هو خدمه الجزائر. احنا ما نريده ان السياده تكون للشعب وللشعب فقط،
هذا هو المفهوم تاعنا. أما تأويلات يحوسوا يخرجوا الشعب للطريق، حنا بالعكس، حنا بالعكس رافضين هذا المصطلح، رافضينه تماما، لان هذا ما يجيب والو. بالعكس، من يدفع الخروج الى الشارع هي الدوله بالسياسه تاعها. لان اليوم الاحصائيات الرسميه تاع الدوله تقول اكثر من 10,000 يعني تظاهره راح تخرج للشارع. سي اسماعيل جاوزنا الدقيق، شكرا. لك ان تختمي بالقول. بكل صراحه الاخت الكريمه والفاضله، ونشكرك على الحصه هذه وعلى صبرك على الاسم. احنا فيما يخصنا، احنا لا نعارض من اجل المعارضه. نعم، احنا يفرحنا غدوه لو كانت تكون القوانين اللي راهي جايه، سواء القوانين العضويه او العاديه، في حزمه كبيره. نعم، تكرس الحريات وتكرس مزيد من الحقوق وتكرس مزيد من الممارسات الديمقراطيه لصالح البلد. يعني احنا هذا هو الاشكال اللي ذكر زميلي من قبل. كنا في الحكومه، احنا لما كنا في الحكومه هذا يشرفنا. نعم، هذا كان يشرفنا. كنا خبره ممارسه، كنا ادو ادوار، كنا ادو ادوار، ولكن الدور الذي أو الممارسة التي كانت في اللجنة سي شعبان، وكنا مع بعض، اصبر، كنا مع بعض وكنا مع بعض. للأسف الشديد أن كل القوانين التي جاءت في 2012 أفرغت من محتوى، للأسف الشديد. خطاب الرئيس كان خطاب عالي، وكان يقول باللي في الخطاب تاع مجلس الوزراء، كان يقول باللي سي فيني لو بوغاج دي زورن، سي فيني لو بوغاج دي زورن، كان خطاب عالي. نعم، ولكن القوانين أفرغت من محتوى. هذا هو الإشكال. احنا حابين هذه المرة تكون أحسن. هذا هو. ونأمل إحنا لو كان نتعاهدوا كبرلمانيين، نتعاهدوا كبرلمانيين بغض النظر عن الكتل، كان نعاهدوا كبرلمانيين، وتكون القوانين خاصة اللي تكرس الحقوق والحريات، نديروها قوانين يعني كما يقولوا بليزو، بليزو انترناسيونال، نكون نجحنا. شكرا سي بالقيد. إذا نأمل أن يرسي الدستور الجديد عند دخوله حيز تطبيق دعائم مجتمع متضامن يتمتع فيه الجميع بالكرامة والمساواة وقيم التضامن والعدالة الاجتماعية والمزيد من تعزيز الديمقراطية في الجزائر. شكرا سادتي الأفاضل على هذا الحضور الجميل. شكرا لكم أنتم متابعي في كل مكان. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.